السلام عليكم، سأعطيك بعض النصائح التي تساعدك في تعلم اللغة الإنجليزية بسرعة فائقة بعد هذا الفاصل. وكما العادة، إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتي، أدعوك إلى الاشتراك في القناة وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. تابعونا بعد الفاصل. مرحبا بك. لدراسة اللغة الإنجليزية يجب أن تخصص وقتا كل أسبوع، حتى لو كانت عدة دقائق فقط كل يوم. إذا كنت مشغولا جدا، المهم هو الاستمرار والمتعبة. أما نصيحتي لك لتعلم المفردات فهي نصيحة سهلة. كل صباح فكر في 3 إلى 4 كلمات بلغتك الأصلية والتي لا تعرفها باللغة الإنجليزية، واكتبها في مفكرة صغيرة. استخدم قاموس أو خدمة ترجمة على الانترنت. ابحث عن معاني الكلمات باللغة الإنجليزية ثم افهمها وقم بتكرار تلك الكلمات مع نفسك طوال اليوم. احتفظ بمفكرتك معك في سيارتك وفي حاقبتك وفي مكتبك أيضا، دائما في متناول يديك. أو استعمل أحد تطبيقات حفظ ومراجعة الكلمات كي تبقى تلك الكلمات أينما ذهبت. أما فيما يخص نصيحتي التالية، وهي البحث في الموضوع الذي سوف تأخذ فيه درس اللغة الإنجليزية، حضره جيدا وتعرف على بعض الكلمات والمفردات الخاصة به. حاول الدخول إلى الكمبيوتر لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل أن يبدأ صفك، وقم بتحضير عقلك لاستقبال اللغة الإنجليزية. القراءة قليلا عن الموضوع مسبقا يمكن أن تساعدك كثيرا في الاستيعاب والاستفادة. أخيرا وربما فكرتي المفضلة التي ستساعدك في تعلم اللغة الإنجليزية بسرعة، وهي التفكير في محادثة النفس باللغة الإنجليزية. نعم، هذا ما قلته لك. حاول التفكير باللغة الإنجليزية دائما قبل أن تفعل أي شيء في حياتك أنت تفكر فيه، أليس كذلك؟ لماذا إذن لا يكون هذا التفكير وهذا الصوت الداخلي باللغة الإنجليزية بدلا من لغتك الأم؟ سوف يكون من الصعب عليك تنفيذ هذا الأمر في البداية، لأن عقلك سيرغب بصورة طبيعية في التفكير بلغتك الأم، لكن مع الوقت ستعتاد على الأمر. إن لم تكن تعرف كيف تقول كلمة ما، اكتبها في مفكرة التي تحملها معك أو في هاتفك الذكي، واحضرها إلى الدرس وابحث عنها في القاموس. أنا أعرف أن تلك الفكرة مجنونة قليلا، ولكن أعتقد أنني أحبها كثيرا، ولكن ثق بي فهي ذات فائدة كبيرة. أقترح عليك أن تفكر في بعض الأحيان بصوت عالي، ليس دائما طبعا، وخاصة عندما يسمعك أحدهم، لأننا لا نريد أن يظن أحدهم أنك قد جننت. لكن عندما تكون وحدك، حاول أن تفكر أو أن تحدث نفسك بصوت مسموع تسمعه أذناك، وحينها سوف تمارس مهارة التحدث ومهارة الاستماع. وفي نفس الوقت سوف تحب هذه الطريقة فيما بعد وتدمن استخدامها. إن تحدث اللغة سيساعدك على إتقانها، لأن عدم استخدام اللغة سيزيد من نسيانها داخل عقلك. كم عدد المرات التي سمعت فيها شخصا يقول أنه يفهم الإنجليزية ولكنه لا يستطيع التحدث بها؟ حاول ألا تكون مثل هذا الشخص. ابحث عن متحدثين أصليين باللغة الإنجليزية وقم بممارسة اللغة معهم وتحدث معهم. كما يمكن أيضا التسجيل في دورات عبر الإنترنت وحضور دروس مع معلمين ناطقين أصليين بالإنجليزية. حاول ألا تشعر بالخجل عند اكتشاف أي أخطأ في لغتك، ولا تعتبر هذا إهانة لك، بل حاول أن تجعل عقلك منفتحا نحو التعلم من تلك الأخطأ. لا تقلق من هذا الأمر، فكلنا نمر بتلك المرحلة عند تعلم مهارة جديدة، وستلاحظ أن أخطأك أقل كلما تقدم مستواك وتابعت التعلم. وأهم نصيحة قد أقدمها لك هي ألا تقع في فخ القلق عندما تحدث نفسك قائلا أنا لا أستطيع تحدث اللغة الإنجليزية، أو لن أستطيع إتقان اللغة الإنجليزية. فإنك في الواقع تزيد من الحواجز النفسية. هذه الحواجز تمنعك من استمرار تعلمك، كما أنها تزرع فيك أفكارا سلبية داخل رأسك بأنك لن تستطيع إتقان اللغة. ابدأ بتحويل أفكارك لتكون إيجابية. مثلا تقول لنفسك إنني أتعلم الإنجليزية وأتطور باستمرار، إن مستوى تقدمي أفضل بكثير من الشهر الماضي. قم دائما بتذكير نفسك بأسباب تعلمك الإنجليزية في المقام الأول، وكذلك تذكر ثمار العائد المادي والمعنوي الذي تصل إليه عندما تصل إلى إتقان هذه اللغة.
وختاما أتمنى أن تكون هذه النصائح أو بعضها منها مفيدا لك. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.